كيف نعيد اكتشاف السعادة في حياتنا؟ فلك أول محرك بحث عربي بالذكاء الاصطناعي. رانيا صيام، قصة تفوق نسائي في مجال العلوم. برنامج اليوم مع ساندي مصطفى وباسل صبري. أهلا بكم مشاهدينا وصباحكم سعيد. من منا لا يحب أن يكون سعيدا؟ ومن منا لا يطمح للوصول إلى السعادة المطلقة؟ تكريما لأهمية هذا الشعور في حياتنا، أقرت الأمم المتحدة اليوم 20 مارس من كل عام يوما عالميا للسعادة. فبهذه المناسبة أقول لكم يسعد صباحكم مشاهدينا. أكيد صباحك سعيد يا باسل. صباحك أسعد يا ساندي، وصباح السعادة على كل اللي بيشوفونا. وخليني أضيف لكلامك أنه المغزى الحقيقي هنا يمكن أننا نكون سعداء باستمرار، مش بس في يوم السعادة. لأنه السعادة إذا عرفنا نوصل ليها، الحياة كلها بتتغير، وأعتقد بتكون تجربة من أجمل ما يكون. وعلى فكرة في دراسات علمية بتؤكد التأثير الإيجابي على صحة الإنسان اللي بيصل لدرجة إنها بتطيل العمر حرفيا. صحيح باسل، وأنت يمكن ذكرت نقطة مهمة جدا وشددت عليها وقلت إذا عرفنا نوصل ليها، يعني إذا عرفنا نوصل للسعادة. فالسؤال هنا كل حد ممكن يسأل نفسه، هل أنا سعيدة؟ هل أنت سعيد باسل؟ أتمنى، يعني في أحيان وأحيان أخرى، ولكن المقياس بيبقى صعب بالنسبة لي جدا. صعب بأعتقد الإجابة على هذا السؤال على فكرة، هل أنت سعيد؟ طيب عزيزي المشاهد، إذا كانت الإجابة نعم فهنيئا لك، حياة هادئة جميلة فيها الكثير من الراحة والرضا. لكن إذا كانت الإجابة لا، فكيف نصل إذن للسعادة باسل؟ هو ده السؤال فعلا يا ساندي. ويمكن في جملة بقينا بسمعها كتير مؤخرا، وهي إن السعادة قرار. الغريب إن ده مش مجرد كلام بيتقال على فكرة، ولكن هنا كمان الإثبات كان عن طريق العلم، وآخرها دراسة من جامعة بريستول في بريطانيا وصلت لأن السعادة هي عادة مكتسبة. يعني ممكن أننا نتعلمها، نتعلم السعادة مع الممارسة، تماما زي ما نتعلم أي شيء آخر في الحياة. جميل جدا، يعني هذا إذا دل أنه بالفعل السعادة قرار واختيار. صحيح. يا باسل، الاختيار شخصي مش مجرد شعور أو عاطفة، ولكن كيف نقرر هذا القرار كل يوم بشكل يومي ومستمر؟ هنا السؤال يا باسل. وحتى نجيب على هذا التساؤل ونتوسع أكثر في هذا الموضوع، سيكون لنا وقفة فيه في حلقتنا بعد قليل مع ضيوفنا من الخبراء. كما كنا نتحدث في بداية الحلقة، يمكن اتفقنا باسل أنه السعادة ليست مجرد شيء ثانوي أو إضافي لحياتنا، إنما هي أساس في الحياة وجوهر يجب أن نعيش معه وأن نجذب هذه الطاقة السعيدة والجميلة. كل شخص منا يعيش حياته وهو يبحث عن سعادته الخاصة. صحيح، وهي الكلمة السر يمكن أو كلمة المفتاح هي الخاصة هنا، لأنه المشكلة أنه الطريق للسعادة طريق شكله مختلف لكل شخص، ولا أعتقد ممكن تلخيص مسببات السعادة في جملتين. لأنه هل لازم الأمور مثلا اللي بتسعدك تسعدني؟ يعني في معظم الأحيان مش بالضرورة. وأيضا هل في مقياس واضح وشامل للسعادة ينطبق على كل الناس؟ لا أعتقد عندي الأجوبة يا باسل. بالفعل يعني هي أسئلة صعبة صراحة، وأكثر تعقيد مما تبدو عليه. الإجابة عليها ليست سهلة أبدا، وأعتقد أنه مفهوم السعادة اليوم هو بحاجة لإعادة تعريف وإعادة صياغة. لأن السعادة ككلمة تشعر بأنها بسيطة ومفهومة، لكن في الحقيقة شرحها صعب ومعقد، ويحتاج دراية في علم النفس وفلسفة وتفكير عميق ومفردات كثيرة ومختلفة. ويمكن اللي ما فيش اختلاف عليه ساندي هو أن كل شخص فينا نفسه في النهاية يكون سعيد، إلا طبعا لو عنده مشكلة. أعتقد ما فيش حد مش عايز يكون سعيد. ولكن لو سئل أي حد فينا ما هي السعادة، أعتقد أن الإجابة مش دايما بتكون حاضرة، وأحيانا في ناس بتعجز عن الإجابة لأن المفاهيم المتعلقة بالسعادة اختلطت وتعقدت، ولأن احتياجاتنا ممكن تكون مزيج من الرفاهية، الصحة، الرزق، النجاح، وجود الناس اللي بنحبهم،
وعوامل تانية كتير. صحيح باسل، يعني فعليا كل هذه المفاهيم اللي انت ذكرتها بالفعل تعرف جوانب من السعادة، لكن في نفس الوقت ما بتوصفها بشكل كامل لأنه المعيار السعادة مختلف. يعني بالملخص أو عشان نكون خلاص دقيقين وواضحين لكل واحد منا بالفعل مفهومه الخاص عن السعادة وأولوياته المختلفة التي تحقق له السعادة. وهنا في نقطة أخرى مهمة أيضا، هي أننا لما بنفكر في السعادة بنفكر فيها عادة على المستوى الفردي على المستوى الشخصي، ولكن الحقيقة أن المفهوم ممكن يكون أعم وأشمل في نفس الوقت. يعني في مجتمعات ودول سعيدة ودول أخرى تعيسة أو أقل سعادة. الفعل باسل، وهذا الموضوع تحديدا يقودنا للحديث عن مؤشر السعادة العالمي الذي يصدر سنويا في 20 مارس بالتزامن مع يوم السعادة العالمي. مهمة هذا المؤشر هي تصنيف الدول بشكل سنوي حسب مؤشرات السعادة لمواطنيها. يعني بمعنى آخر المؤشر بيعكس واقع الحياة في كل بلد، مدى رضا الناس عن حياتهم ومستقبلهم، وما إذا كانوا تعساء أو سعداء. صحيح، للأسف باسل يمكن غالبية الدول العربية عادة ما يكون تصنيفها من بين الدول الأقل سعادة وفي آخر القائمة. هذا التصنيف ينعكس من حياة سكان الدول العربية وكيف ينظرون لواقع حياتهم وكل تفاصيل أمورهم ومستقبلهم ومستقبل أطفالهم. طيب خلونا نشوف سريعا من كان الأكثر ومن كان الأقل سعادة بحسب مؤشر السعادة العالمي لعام 2023. فنلندا وللعام السادس على التوالي كانت الأكثر سعادة في العالم وحصلت على درجة 95 من أصل 100 نقطة، وجاءت بعدها الدنمارك ثم أيسلندا. أما عربيا فكانت دولة الإمارات هي الأولى ورقم 26 عالميا، بعدها جاءت السعودية في المرتبة الثانية عربيا و30 على الصعيد العالمي، وتلتها البحرين الثالثة عربيا، والجزائر رابعة، والعراق في المرتبة الخامسة. أما في مؤخرة الترتيب أفغانستان في المرتبة 137، وقبلها كانت لبنان في المرتبة 136 على مستوى العالم، والأخيرة للأسف عربيا. يعني بعد ما شفنا الدول ومواقعهم على مؤشر السعادة، خلونا الآن ننظر معكم مشاهدينا إلى الموضوع من زاوية أخرى. فالسعادة تكمن أحيانا بالأشخاص الموجودين من حولنا، فيكونون هم مصدر فرحتنا، وعندما نفقد أحدهم يصبح غيابهم مصدر حزننا. هذا ما حصل تماما مع حيدر، لكن إرادة الحياة غلبت في النهاية، فبمساعدة زوجته ووجودها إلى جانبه استطاع حيدر تقبل حزنه ورؤية الأشياء الجميلة من جديد. ظروف صعبة مر بها حيدر بعد أن فقد أخته الوحيدة، دخل إثرها في نوبة حزن عميقة استمرت لأسابيع، لكنه استطاع وبمساعدة زوجته أن يتخطى حالة الحزن ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعي. كان زوجتي لها دور مهم كلش كبير بتعديل حالتي النفسية، ساندتني كلش هواي. بعدها أنه خضعت للأمر الواقع وقلت ألف الحمد لله والشكر، هي صح توفت بالدنيا بس عسى ولعل نقول أنه هي ارتاحت بالآخرة. يرى بعض علماء النفس أن الإيجابية هي إحدى مصادر السعادة، وأن الشخص المحاط بمجموعة من الإيجابيين سيكون أكثر سعادة من الشخص المحاط بالمتشائمين. تكون إنسان سعيد لازم تتبع مجموعة من القواعد والأساسيات بحياتك، من أهم هاي الأساسيات أنه تكون شخص إيجابي محاط بأشخاص إيجابيين، سواء كانوا من البيت الأسرة، سواء كانوا أصدقاء عمل أو أصدقاء دوام. هذول الأشخاص الإيجابيين راح يبعثوا لك طاقة إيجابية، تكون بعيد كل البعد عن الأشخاص السلبيين، بعيد عن الخيال والتفكير السلبي. يواجه الشباب العراقيون والعرب تحديات اجتماعية واقتصادية وإنسانية عديدة تجعلهم يمرون بأوقات صعبة، إلا أن كل واحد منهم وجد طريقه الخاص للبحث عن السعادة. من أتقبل وأحب التعب اللي أنا دا أتعبه، لأنه بعد يكون هو أكو أشياء حلوة، أكو انفراجات راح تجي من ورا امتحان صعب نطلع عن صديقاتي مثلا، هذا تكون بالنسبة لي سعادة. كل بشر يمر بظروف هاي، ويعني أنا 2023 توفى والدي
يعني كلش مريت بظروف يعني كلش صعبة، بس الحمد لله والشكر. ما تجي السعادة 100%، مو كل إنسان سعيد تلقاه 100%، لازم عندك ظروف، لازم عندك كذا، بس أنت مهما يعني عندك ظروف عندك شيء، أنت لازم تسعى، لازم تكون سعادة لنفسك. وبحسب مؤشر السعادة العالمي جاء العراق بالمرتبة 98 والخامسة عربيا بين الدول الأكثر سعادة. وفي الوقت الذي يرى فيه علماء النفس أن الظروف المحيطة بالإنسان لها دور كبير في سعادته، يجد آخرون أن السعادة من صناعة الإنسان نفسه وتحد يمر به لتحديد شكل حياته التي يعيشها. عيسى العطواني، الحرة، بابل. طيب خلونا نحاول نستكشف أو نتعرف على مفاتيح السعادة إنجاز التعبير، ولهذا تنضم إلينا الآن في الاستوديو الخبيرة الاجتماعية الأستاذة عبير الوكيل. أهلا بك وصباح الخير. أهلا بك، صباح السعادة، صباح الخير، يسعد صباحك دائما. يا رب صباح سعادة إن شاء الله. ومهم أن احنا نفهم منك السعادة من أين تأتي، منابع السعادة، أسباب السعادة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الدولة. احنا اتكلمنا على الاثنين، عايزين نعرف منك كيف تقاس السعادة حقيقة. يعني مثل ما حضرتك ذكرت في البداية أنه في نقطة مهمة، أنه الإنسان بغض النظر عن طريقة الحياة اللي عم بيعيشها، هو المكان اللي بيستقر فيه نفسيا. السعادة هي استقرار نفسي بيشعر فيه الإنسان وين ما كان وكيف ما كانت الظروف. فلذلك نحن لما بنشعر بهذا الأمان، يعني قادرين نسعد أو نفرح أو نبتهج بأبسط الأمور، وقادرين يعني نكون سعيدين بأكبر الأمور. فلذلك أساس السعادة هو شعور الإنسان الاستقرار النفسي، إن كان في المكان أو حتى على الجانب الروحي. طيب عبير، خلينا نحكي عن السعادة على مستوى الدولة، يمكن مواطني الدولة، ما هي مؤشرات السعادة اللي ممكن تشمل جميع السكان، يعني نعممها على الجميع وبالتالي نقيس من خلالها مستوى السعادة؟ صحيح. في المجتمع. هلا احنا اكيد الانجاز والتطور واحد من اهم المؤشرات عالميا. يمكن الان القياس اللي شفناه للدول هو واحد من الادله انه اي دوله فيها انجاز وتطور وفي تقدم سريع يشير على انه هذه الدوله الشعب اللي عم يؤدي هذه المهام يؤديها وهو عنده رضا، والرضا هو يعني منبع من منابع السعاده بالنسبه للمجتمعات الدوليه بشكل عام. يعني فكرة الحقوق دايما بنشدد عليها في أيام كثيرة عالمية، أيام متعلقة بحقوق الإنسان، ولكن هل بتنتهي بأنه شعب يكون غير سعيد عندما لا يحصل على الحقوق اللي يستحقها؟ كيف تؤثر في عامل السعادة عند الناس؟ صحيح. غياب المساواة والعدالة واحد من الأشياء اللي ممكن تأثر على أي إنسان. يعني أنت مثلا على، خلينا نقول نعطي مثال على مستوى العمل، لو شعرت للحظة أنه أنت ما عندك المساواة والعدل، ما عندك حق في العمل، فرح تشعر تدريجيا أنه أنت تفتقد السعادة في بيئة عملك. فقيس ذلك على كل المستويات في كافة الدول. أي إنسان بغيب حقه في أي شيء يشعر بأنه هو لا يستطيع أن يكون سعيد. فحتى لو أنت قدمت له مثلا راتب أو قدمت له أي من أنواع الظروف، لكن في بعض من أنواع المساواة والعدل اللي بيحتاجها أي مواطن حتى يحقق مستوى من مستويات السعادة. طيب عبير، ماذا عن فئة الشباب؟ هل سعادتهم هيك إلها معايير مختلفة عن باقي فئات المجتمع، مثلا كبار السن وغيرهم؟ لأنه فئة الشباب يعني مثلا الأمور اللي تشغل بالهم العمل، إيجاد فرص عمل، التعليم الجيد، فهل هذه الأمور تؤثر على السعادة لديهم برأيك؟ يمكن هي الفئة الأكثر شيء نحن يعني ناخذ بعين الاعتبار أنه هي مظلومة نوعا ما، لأن فئة الشباب عليهم أحمال وأعباء ثقيلة هذه الأيام. ليحقق سعادة هو محتاج أنه يتخطى كل الجوانب الاقتصادية، واللي هو أكثر شيء عم يبحث فيه. أولا الاستقرار، يعني يكون عنده استقرار مكاني، خاصة بظل التغيرات في وطننا العربي اللي هو الحروب أو الكوارث أو ما إلى ذلك. في كثير من الشباب يبحث أولا عن الاستقرار، ثانيا عن الاستقرار المادي، لأنه وجود فرص عمل أكثر، وجود مثلا مجالات ليتطور فيها أكثر. حتى في بعض الشباب يبحث عن التطور، يعني إحنا في زمن أسرع ما يمكن أن يقال فيه أنه هو زمن التطور السريع، بوابة العصر الذهبي. فلذلك هو لا يبحث فقط عن مستوى بسيط، صار عنده تطلعات كبيرة. فأعتقد الشباب هو أكثر حدا يعني عليه مجهود وعليه عبء كبير بأنه يبحث عن سعادته في أنه يكون في عنده استقرار في البداية. طيب خلينا نتكلم عن فئة أخرى أيضا، في أحيان كثيرة بيهدر حقها في مجتمعاتنا للأسف، فئة كبار السن
بعد الشباب، هناك فئة كبار السن، فئة تهمش في الكثير من الأحيان، خصوصا عندما نتحدث عن رواتب تقاعد لا تكفي الاحتياجات الأساسية في الحياة. ما وضع أو إيه تقييمك لسعادة هذه الفئة اليوم في مجتمعاتنا العربية؟ هلأ هي يمكن حكينا عن الجانب المادي، تعال نحكي عن جانب الاهتمام والرعاية. يمكن كبار السن بتصير احتياجاتهم أقل، يعني مثلا متطلباتهم من الناحية الاقتصادية نوعا ما بتكون أقل نسبة مع الشباب، لكن احتياجاته العاطفية والروحية بتكون أكبر، فسعادته بتكون متعلقة ومرتبطة بأن يكون في مجتمع عم يعنى فيه، عم يقوم برعايته بشكل جيد. وهذا يحتاج أيضا إلى، يعني خلينا نقول، الجانب الاقتصادي نوعا ما. لذلك في بعض المجتمعات صار عندها نوع من التعاون بمبادرات وخدمات مجتمعية تقدمها بعض الدول المتقدمة، لكن في الدول والشعوب اللي فيها حروب، فيها مثلا كوارث، هي اللي بتكون عم يتعرض هاي الفئة أكثر شيء الحقيقة، لأنه يكون ما عندها الحق الكافي أنه تعيش حياة سعيدة، أو خلينا نقول نوعا ما مرتاحة. لكن الشعوب والدول اللي وعيت لهذا الموضوع صارت على المستوى البسيط في مبادرات خاصة، في تطوع الآن، في وعي جدا كبير من هذا الجانب. أعتقد أنه هذا أكثر شيء رح يساعد أنه يكون في تطوع من القطاع الخاص. طيب عبير، إذا بدنا نلخص هيك الموضوع باختصار، هل في هيك خلطة سحرية للسعادة فينا نتبعها؟ شو رأيك في خلطة؟ عطينا. يمكن يكون أكيد، يعني كل إنسان، كل ما ذكرتي ساندي في البداية، أنه كل إنسان له خلطه سحر، يعني السحرية الخاصة. كل أحد له أولويات، وكل أحد له الأشياء اللي بيهتم فيها. فالسعادة مبنية على أنت ماذا ترغب، ماذا تريد أن تعيش، وكيف يمكن أن تعيش. يعني ممكن أحيانا بالنسبة لي يكون أنا مثلا كوب من الشاي أو كوب من القهوة على مثلا البحر، أمشي نصف ساعة وأنا مرتاحة بدون أي تفكير، هو مصدر للسعادة لي. لكن بصورة عامة حسب ما تحدثنا عنه، الجانب الاقتصادي هو أساسي، يعني وجود استقرار اقتصادي هو واحد من الأشياء اللي تمكين المجتمعات. يعني الآن في برامج كتير تعنى بأنه بث السعادة مثلا، بتقول لك تمكين المجتمعات هي واحد من أساسيات السعادة اللي عم نشتغل عليها. لذلك إذا بدنا نقول أنه الناس للناس عن جد، يعني نحن بدنا نفكر أنه مثل ما قال بالبداية باسل، أنه إحنا مو بس سعادتنا الشخصية، بدنا نفكر أنه في مستوى من السعادة المحيطة لما نعطي الآخرين هنشعر أكيد بسعادة، وهي الأساس اللي ممكن ننطلق من خلال العطاء، ومن ثم يبدأ كل شيء بخير. يعني لازم نقتنع أنه كمان السعادة قرار، دايما نفكر بإيجابية حتى نبقى سعداء. أكيد. نشكر وجودك معنا، كل الشكر إذن الخبيرة الاجتماعية عبير الوكيل، شكرا لك. شكرا جزيلا. اشتار مغنية جزائرية في بداية طريقها تجد السعادة في الفن، وتعبر أو تعتبر أن إسعاد الناس يكمن في التواصل مع مشاعرهم من خلال الألحان والأغنيات، وتحاول اشتار أن تجسد سعادتها في كلمات الأغاني التي تكتبها. أنا حابة نوصل السعادة لقلوب الناس، ولا عن طريق الاسترخاء، لأنه نعرف أنه معظم الناس قالوا لي صوتك دوس صافت حنين، ثم هذه الرسالة تاعي أنه الناس يعجبهم الحال، وأنا يعجبني الحال لما ندير في حاجة نحبها. بديت ملي كنت صغيرة، كنت نسي نعود أغاني لفيروز وبزاف فنانين، وأبي كان مصدر الإلهام تاعي في هذا المجال. بديت نتعلم الآلات الموسيقية اللي هما شوية بيانو، شوية جيتارة، يوكليلي، ومع الوقت كبرت وديكوفريت، والله I discovered باللي هذا هو المجال اللي راني حباته. كملت كتبت أغاني خاصة لي، يعني مازال ما شاركتهمش لكنني نخدم عليهم. كيما يقولوا music is a therapy، ثم أنا دايرتها meditation، دايرتها طريقة للعلاج. كيما كاين إنسان يحب اللي يكتب كما كاين واحد يرسم ثاني يعبر على المشاعر تاعه بالرسم، فانا جاتني في الموسيقى، نعبر على كلش بالموسيقى، سواء بالعزف ولا بالكتابه، كتابه اغاني ولا بالغناء، ولا ثم طريقه علاج. انواع الاغاني اللي يعني نغني فيهم سواء على منصات التواصل الاجتماعي ولا حدا الجمهور،
هما مجموعة أغاني اللي نحس باللي الأودينس أو يستمتع بيهم، وخاصة أنه أنا ثاني نحس بهذاك الغناء، ما نقدرش نغني حاجة ما نحسهاش ولا ما نحش باللي المستمع هو يستمتع بيها. تجربتي مع التفاعل الجماهيري على سواء في الواقع أو على منصات التواصل الاجتماعي أنه بكلمة واحدة pleasure، لأنه لو كان ماشي الفيدباك تاع الجمهور سواء في الواقع أو على منصات التواصل الاجتماعي ما كنتش راح نكمل ولا نوصل هنايا. من بين أكثر تحديات اللي واجهتهم ونظن أنه معظم الفنانين واجهوهم أنه كيفاش نبدأ وقتاش نبدأ. بالنسبة للجانب الموسيقي كإنسان فنان فهو الجانب النظري، واللي نظن أنه الحل الوحيد له هو الممارسة practice. على قد ما تمارس على قد ما توالف الهواية تاعك ترجعها professional أكثر وثقة تاعك تزيد أكثر. أما بالنسبة لجانب العمل كميوزيشن فكان استثمارات في الجانب الاجتماعي، أنه أنت تكون إنسان اجتماعي، إنسان تحب توري الفن اللي راك تخدم عليه، فلا قد ما الفنان يوري الأشياء اللي هو يقوم بها لا قد ما يربح بزاف فرص اللي راح تساعده في تعو المسيرة. أهدافي وطموحاتي خاصة أنه مازلني في البداية تاع المسيرة تاعي أنه نقدم للفن حاجة جديدة وخاصة نظيفة. طيب، بما أنه السعادة مفهوم واسع وله تعريفات متنوعة ومختلفة، خلونا نشوف رأي الناس في السعادة، وهل بيشوفوا أنها وهم أم حقيقة، وإن كانت حقيقة كيف يمكن الوصول إليها؟ سعيد بده يكون سعيد بعائلته، بأسرته، بمجتمعه، مع الناس اللي بحبهم واللي حواليه، هاي السعادة يعني. السعادة كانت موجودة بالبنيان بس هلأ مش موجودة. نحن معنا مصاري وكل شيء بالبنوك عم نروح نشحدهم 200 و300 دولار لحتى ناكل ونشرب، مع إنه معنا ملايين. شو في هذا البلد؟ إذا أخذوا مصريات العالم يعني بعده بلد هذا ولا رح يرجع بلد، لأن مين بده ياخذ ثقة فيه بعد؟ من أسباب السعادة المال. السعادة لا تشرب المال، وإنما يقول لك يعني باش تكون سعيد في هذه الحياة يعني صعيب. لماذا صعيب؟ لأنه كان تلقى واحد عنده المال وتلقاه مو سعيد، وتلقاه وكان واحد فقير مسكين ومو سعيد، وهي ما كاش كيما خير الأمور أوسطها، ويقول لك الهنا يغلب الغنى. إذن بعد ما استمعنا إلى آراء الشارع، المزيد حول أهمية السعادة في حياتنا تنضم إلينا في الاستوديو السيدة هناء البورنو، مرشدة وعي عاطفي وراقصة صوفية. أهلا بك وإن شاء الله صباحك سعادة دائما اليوم ودائما. إذن كنا نستمع للآراء الناس في الشارع العربي، كانت آراء مختلفة وإجابات مختلفة. البعض يعتقد أن الأمور مادية أكثر، والبعض يعني السعادة تعتمد على الأمور المادية أكثر، والبعض يعتقد لا، أنه المال لا يلعب الدور الرئيسي. أول سؤال بسألك، هل السعادة بالفعل موجودة، هي وهم أم حقيقة؟ أوكي، كتير حلو هالسؤال. السعادة موجودة زيها زي أي شعور، لأنه هو شعور زيه زي الحزن، زيه زي الفرح، زيه زي الألم، بس تأجيل السعادة وهم. كيف يعني تأجيل السعادة وهم؟ يعني إذا أنا شايفة سعادتي بس إذا تزوجت رح أكون سعيدة، أو إذا اشتغلت رح أكون سعيدة، أو إذا حققت إنجاز معين حكون سعيدة، وأضلني مأجل السعادة لحد ما تيجي، رح تيجي السعادة، وممكن تيجي بس رح تيجي بشكل مؤقت، وأرجع للمايند ستيت اللي كنت فيه قبل، اللي هي أضلني منتظر السعادة منتظر السعادة. ربط السعادة بشيء معين أو بهدف معين في الحياة، هاي أكبر خطأ. هذا أكبر خطأ، لأنه ما في، إذا بدي أحكي، هي السعادة عادي إذا ما عودت حالي عليها كل يوم ومش أنتظرها لحد ما تيجيني، فما رح يكون هذا عايش السعادة بالشكل. جميل. طيب أنا عايز أسألك على كلمة مهمة جدا، طبعا لينا كلنا وتقالت كتير في الآراء اللي شفناها،
المال الفلوس أهمية الفلوس في الموضوع. شفنا أراء يمكن أكتر حاجة جت من الشباب، الشباب قالوا الفلوس مهمة، وشفنا الراجل الطيب اللي في الآخر بيقول لا يا جماعة السعادة مش في المال، ممكن المال يجي والواحد ما يكونش سعيد. هل الاختلاف هنا ما بين فئة الشباب اللي لسه ما خدوش الحياة، شايفين المستقبل كله متعلق بالمال، والخبرة اللي اكتشف في النهاية أنه المال مش كل شيء؟ ممتاز ممتاز. المال أكيد مهم وأكيد يعني بيجيب السعادة، بس مش هو الأساس. يعني إذا بدنا نفكر فيها كقطبين، يعني مش كل أصحاب المال سعيدين، فهاي مثلا صار في شكوك يعني مدام مش كل أصحاب المال سعيدين فلا وقف شوي. معناها المال هو أداة بتجيب إذا كنت سعيدة بتزيد سعادتي أكثر، بس مش هي أساس سعادتي. يعني هو بالأحرى المال أو الزواج أو العلاقات أو أي إنجاز بالعمل أو أي شيء، هي هاي أدوات، بس السعادة الحقيقية هي من الداخل. إذا أنا كنت متواصلة مع حالي بشكل جيد وفاهمي شو بدي، هاي هي سعادة، هاي واحدة من الأشياء سعادة. طب إذا السعادة، يعني أنت ذكرتي أنه كل هاي العوامل هي مسببات تساعد على تعزيز السعادة، لكن السعادة is an inner job مثل ما بيقولوا، يعني بينك وبين نفسك. وذكرتي أنه السعادة عادة 100%، وهذا ما أكدناه أنا وباسل في المقدمة اليوم. كنا عم نحكي على دراسة بريطانية أثبتت أنه السعادة مكتسبة وفينا نتعلمها. كيف نحن ممكن نتعلم السعادة ونتخذ قرار كل يوم لما نصحى أنه أنا اليوم رح أكون سعيدة؟ أول إشي بده يكون عندنا إدراك إنه ما في بكرة ولا في مبارح، في هاي اللحظة وبس. كيف يعني؟ يعني هلأ ما في بكرة يجي لا أكون قلقة منه، ومبارح أوريدي راح، فأنا بهاي اللحظة الآن، هاي اللحظة الآن كيف بدي أعزز شعور السعادة جواتي؟ أسأل حالي زي كل واحد بيسأل حاله، لأنه كل واحد تعريف السعادة عنده مختلف. كيف بقدر اليوم أكون سعيدة أكتر؟ كيف بقدر أتواصل مع نفسي أكتر؟ كيف بقدر أحس أكتر وأستقبل أكتر السعادة حتى بالأمور البسيطة؟ فهي السعادة عادة من هاي الطريقة، من هاي النوع. كيف بقدر أتواصل مع الناس بشكل جيد أكتر؟ هاي سعادة كمان. بس كيف نعود على يعني حالنا عليها؟ أنت قلتي عادة، هي عادة، كيف تعود عليها؟ في تمارين معينة ممكن نفكر فيها كل يوم الصبح مثلا تعزز؟ هي دائما تمارين. أول تمرين هو حالة الحضور، أنا أكون بحالة الحضور هنا والآن، لأنه ما في بكرة أضلني قلقانة منه وشو بدي أعمل بكرة وشو بدي أسوي بكرة، ومبارح أوريدي راح. فهي حالة الحضور. كيف بدي أكون بحالة الحضور؟ في أنواع كتير من التأمل بتخليني أنا هنا والآن، يعني بهاي اللحظة أنا شو أشعر، أسأل جسمي، أرجع أتواصل مع جسمي، لأنه النقطة الأساسية هي إعادة التواصل مع أجسامنا. إحنا فقدنا التواصل مع أجسامنا بسبب الحياة السريعة اللي عم نعيشها، برجع بتواصل مع جسمي، هي باب من أبواب السعادة. هل معنى تاني أو كلمة تانية اللي أنت بتقوليه ممكن يكون الرضا أو الامتنان؟ فكرة أنه اللي أنت قلتيها أن أنا ما فكرش في المستقبل كتير، ما فكرش في الماضي، أن أنا أكون في الحاضر، معنى أن أنا راضي عن الوضع اللي أنا وصلت له؟ معنى مختلف؟ كثرة المفاهيم الخاطئة عن الرضا، لأن في ناس كتير تقول لك أنت راضي أنت سعيد. كثرة المفاهيم الخاطئة عن الرضا للأسف، وحتى بالمقياس العالمي تبع المشاعر، الرضا هو أقل تردد من ترددات العالية. أقل تردد من ترددات العالية، بمعنى يعني في ذبذبات المشاعر. مثلا الذنب هو آخر واحد من الفئة المتدنية. الرضا لما نبدأ من نحس بالسعادة أو من نحس بأعلى درجات المشاعر، هي السلام. أولا السلام هي أعلى ترددات المشاعر، يعني أعلى شعور من السعادة الواحد بيقدر يوصل له. السلام النفسي الداخلي هو السلام. تحتيه بيجي السعادة. أقل واحد من المشاعر الإيجابية هي الرضا. هي الرضا، نعم. لأنه الرضا في له شق إنه أنا راضي، بس يعني شوية إيحاء قد يكون سلبي أحيانا. إيحاء سلبي. طيب هنا، من أسعد اللحظات حين نرى شخصا يرقص. نعم نعم. فلا نعم. شيء يعبر عن مشاعر السعادة. يمكن أنت بتقولي هذا الكلام برأيك. إلى أي مدى بالفعل الرقص يمنح السعادة ويزيد الثقة بالنفس؟ كتير حلو. إذا عم نشوف حدا برقص أو الشخص نفسه هو اللي عم برقص، هو بيكون بحالة تناغم داخلي، وبكون بحالة تناغم مع الطبيعة، لأنه خلص ما في شيء بالخارج، في أنا وجسدي وبحالة تناغم معها. فهون بيكون بأعلى درجات السعادة اللي هي السلام.
اللي قلت لكم عليه بيكون ببيس، ما في غيري أنا. فهذا الشعور لحاله إذا حدا عم بنظر على حدا يرقص بشعر واو كيف أنت هيك علمينا. أنت بتكلمي عن الرقص الصوفي، إحنا شايفين لقطات دي على الشاشة اللي إحنا شايفينها، ده معناه أنا ما في حدا بالخارج، في أنا بس. انت هون تعتبر يعني انت هون واصله لاقصى درجات شعور بالسعاده هنا؟ هلا برجع بحكي، هي السعاده هي شعور زيه زي اي المشاعر. هون بحاله الرقص بالذات الرقص الصوفي، لان هي رقص صوفي رقص روحاني، يعني بنضلنا نلف تقريبا ساعتين ساعتين ونص بدون توقف. فانا هون بالبدايه شوي شوي برجع لحالي، شوي شوي برجع لحالي، شوي شوي برجع لحالي، لحد ما كل شيء يتلاشى بالخارج، ما بصير الا انا وشعور السلام العالي. فهذا من توصلي له، بوصل له، وكل مره بوصله بطريقه مختلفه، ولسه في ليفلز ليفلز ليفلز، يعني بس اصير اوصل لرقص 9 ساعات شعور خلص يتلاشى كل شيء، لا يعني يوجد ممكن شيء، ممكن شخص مبتدئ يوجد كل شيء. نقطة كتير مهمة، لا يوجد شيء ويوجد كل شيء، هي هاي النقطة. كلام فلسفي عميق، هي جلسة طويلة وحلقة خاصة يمكن. صراحة بدي حلقة خاصة صوفي، لأنه إن انت الصوفي هي مش رقص بس للتوضيح. الصوفي هي طبعاً حالة تأمل، حالة تأمل عالية جداً جداً جداً. أنا في النهاية بشكرك إن أنت فتحتي عينينا على مفاهيم كتير ما كناش واخدين بالنا منها، ومفاهيم كنا فاهمينها غلط كمان. وطبعا نورتينا في حلقة اليوم، مرشدة الوعي العاطفي وراقصة صوفية هناء البورنو، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لدينا بعض لحظات في الملف التكنولوجي، فلك أول محرك بحث عربي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، خليكم معنا. من حوالي سنة تقريباً طلع علينا الذكاء الاصطناعي لأول مرة بشكل واضح وصريح في صورة واجهة ممكن أننا نتعامل معها كمستخدمين عاديين. ومن هذه اللحظة وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي مستمر ولا يتوقف. بالفعل باسل، تطورات كثيرة وسريعة طالت اليوم أيضا محركات البحث من خلال تجارب جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مباشرة ودقيقة لاستفسارات المستخدمين. لكن ماذا عن محركات البحث العربية المعززة بالذكاء الاصطناعي؟ سؤال مهم يا ساندي، هو يمكن سبب أننا فتحنا هذا الموضوع اليوم لأن هناك باحثين عربيين وهما الجزائري فؤاد بوسطوان والسوري حسن غرة، أسسا بالفعل أول محرك بحث عربي يعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم اسأل فلك. وبحسب المؤسسين يقدم محرك البحث فلك محتوى عربيا مغايرا عن نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية المتعارف عليها مثل تشات جي بي تي وجوجل جيميناي. طيب قبل أن نناقش هذا التطور المهم عربيا، اسمحوا لنا في البداية نتعرف على التوجهات الرئيسية في مجال محركات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي. نقرة واحدة تكفي للحصول على ما تريده بشكل أكثر دقة، فمع دخول تقنية الذكاء الاصطناعي عالم محركات البحث أصبحت هذه المحركات أكثر سهولة واستجابة لتلبية حاجاتنا المعرفية. دراسة جديدة لمنصة سيمرش تقول إن توجهات محركات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة ستعتمد على نقاط عدة، أهمها تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في تجربة المستخدم وتحسين الاستجابة لاحتياجاتهم المعرفية، كما يتزايد استخدام مفهوم البحث بدون نقرة من خلال عرض إجابات سريعة دون الحاجة للنقر على النتائج المعروضة. كذلك تعتبر الدقة والخبرة في تقديم الإجابات من العوامل الأساسية في توجهات محركات البحث الجديدة. أيضاً تتجه المحركات إلى أن تكون الدردشة المباشرة مع المستخدم أكثر تفاعلاً وحيوية. كذلك ركزت الدراسة على أهمية تحديث المحتوى وإعادة تنشيطه باستمرار، حيث يسعى أصحاب المواقع والمدونون إلى تحديث المعلومات بانتظام ليظل المحتوى جذاباً للقراء.
بالإضافة إلى كل ذلك، تأخذ تكنولوجيا تحسين محرك البحث الخاصة بالفيديو أهمية متزايدة، بخاصة مع توجه العديد من المسوقين إلى تقديم محتوى فيديو يلبي احتياجات وتوقعات الجمهور المستهدف بشكل مباشر وفعال. لذا فمع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال محركات البحث، يمكننا أن نتوقع مزيداً من التحسينات والابتكارات التي تعزز تجربة المستخدم وتحسن النتائج البحثية بشكل عام. من الكويت ينضم إلينا الدكتور حسن غرة، أستاذ ريادة الأعمال في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ومؤسس شريك لموقع askfalak.ai. أهلا بك معنا دكتور حسن. بداية دكتور، حدثنا قليلا عن منصة فلك وتجربة فلك، ماذا تقدم هذه التجربة للمستخدم وكيف تختلف عن غيرها من التجارب الشبيهة؟ صباح الخير ساندي، صباح الخير باسل. في البداية بحب أشكر القناة على الاستضافة، ورمضان المبارك للجميع وللأخوة والسادة المشاهدين. تجربة فلك، يعني قبل شوي أنتوا حضرتكم في البرنامج كنتوا عم تتكلموا عن أسباب السعادة، فأنا كنت عم تابع البرنامج وسألت فلك ما هي أو الخلطة السرية للسعادة، فأعطاني إجابة بسيطة ومباشرة: الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية، التفكير الإيجابي، التواصل الاجتماعي، وصلة الأرحام وهي من العبادات المهمة في الإسلام، العمل على تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية، والتطوع والمساهمة في خدمة المجتمع. فأنا بشجع الإخوة المشاهدين أنه ممكن يدخلوا على askfalak.ai وممكن إن شاء الله نساعدهم في إجابات سريعة وموثوقة. في الحقيقة تجربة فلك أو إطلاق موقع فلك لم يكن ساعة اللحظة. أنا والدكتور فؤاد بنعرف بعض من أكثر من 4-5 سنوات، وكان هدفنا المشترك أنه خدمة المحتوى العربي، وكنا نعمل تجارب ودراسات على السوق بما يعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة Large Language Model. وبالفعل اكتشفنا أن هناك عدة مشاكل خصوصا في السوق العربي. مثلا محركات البحثية ممكن تقدم نتائج غير فعالة، المحتوى العربي في الإنترنت محدود، ممكن نتكلم عنه بالتفصيل بعد دقائق، وأيضا المحركات البحثية الموجودة حاليا لا تلبي الاحتياجات الثقافية للناطقين باللغة العربية. فارتأينا وتأملنا الموضوع، وجدنا أنه الحلول أنه هناك ممكن أن نقدم بديل لمحركات البحث التقليدية مثل جوجل وويكيبيديا وغيرها، ونقدم أيضا محتوى عربي موثوق مع تقديم المصادر، بخلاف تشات جي بي تي، لأنه مثلا تشات جي بي تي لا يقدم محتوى عربي مع المصادر، بما يساعد في توفير الوقت والجهد لتقديم إجابات دقيقة وموثوقة. لو أمكن دكتور حسن يعني فقط تشرح لنا الفارق ما بين محرك البحث ونموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأن احنا نعرف أنه تشات جي بي تي، جوجل جيميناي هي يعني نماذج ذكاء اصطناعي توليدي، إنما جوجل العادي هو محرك بحث، وأنتم تطلقون نفس الاسم على منصة فلك، ما هو الفارق ومع من تتنافسون بالضبط؟ في البداية يمكن السادة المشاهدين خلينا نبدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي. ما هو تعريف الذكاء الاصطناعي؟ هي قدرة الآلة على محاكاة السلوك البشري. فمثلا أنا هلأ الأخ باسل، ممكن لو سألتك سؤال أو معد البرنامج سألك سؤال أنك تعطي مقدمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب مثلا، فكم من الوقت هذا ممكن يأخذ منك؟ لم أسمع يعني السؤال مثلا 5 دقائق. السؤال مثلا لو معد البرنامج طلب منك أنك تكتب مقدمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ممكن 5 دقائق في مجال الطب، ممكن 5 دقائق، لأنه أنت راح تروح على جوجل تشوف المصادر وتقرأ كل مصدر باي لينك باي لينك، مصدر ومصدر آخر. هون هذا الذكاء الاصطناعي التوليدي يوفر عليك هذا الجهد، فهو يذهب إلى المصادر ويشوف أهم المصادر التي تتكلم عن هذا الموضوع، ويعمل على توليد إجابات تساهم في تقديم إجابة دقيقة وموثوقة لسؤالك. فهذا ممكن هذا بهذا المثال، مثل ما يقولون بالمثال يتضح المقال، ممكن يعني السادة المشاهدين يفهموا فكرة الفرق بين البحث التقليدي لمحركات البحث التقليدية ومحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي. طبعا ممكن المزايا الأخرى لفلك، ممكن نقول هو مجاني للجميع، يعني أنا بشجع الأخوة أنه يدخلوا على الويب سايت.
طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسن، ولكن هناك الكثير الحقيقة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه يعني يمكن سؤال خطر لبالي والدكتور حسن بيتكلم عن فلك، هو أنه تشات جي بي تي وجوجل جيميناي يقدمون أيضا يقدمان خدمات باللغة العربية، فما هو الفارق؟ لماذا نحن بحاجة لمحرك بحث خاص باللغة العربية؟ ولكن لا شك أنه تطور مهم جدا في بالنسبة لنا يعني كعرب، لأنه اعتدنا أنه دائما يعني بوادر كهذه تأتي من الغرب، وإنما من خلال تعاون عربي خالص مشترك، أعتقد أن هذا شيء جديد ومبشر بخطوات قادمة أكيد، وخصوصا أنه يعني بالفعل هو أمر مشرف باسل، خصوصا أنه ندخل في هكذا مجالات هامة يعني ولها تأثير كبير على المجتمعات العالم بأكمله. طيب نعود الآن لاستكمال حوارنا مع الدكتور حسن غرة عن منصة askfalak.ai. إذن دكتور حسن، كنا نتحدث معك عن مزايا التي تقدمونها في منصة فلك تحديدا، حدثنا شوي عن واقع اللغة العربية في محركات البحث. أنت ذكرت أنه المحتوى العربي محدود إذا ما تم مقارنتها باللغات الأجنبية العالمية، برأيك كيف سيساهم فلك في إنعاش ربما هذا المحتوى؟ في الحقيقة شكرا، بعتذر أن أطع الخط. في الحقيقة نحن عملنا بعض الدراسات وبعض الأبحاث في هذا الموضوع، وجدنا أن هناك ندرة في المحتوى العربي على الإنترنت. بعض المصادر تشير أن هناك مثلا تقريبا 1% فقط من المحتوى الإلكتروني العربي، وهذا يؤثر سلبا على تصنيف أيضا محركات البحث للمواقع العربية. أيضا الواقع العربي ممكن أن نقول أن هناك تعدد اللهجات العربية واختلافها، مما يجعل من الصعب أيضا تحديد الكلمات الرئيسة التي يستخدمها المستخدمون. فمثلا عندنا اللهجة الشامية، اللهجة الخليجية، اللهجة المصرية، اللهجة الدارجة في إخواننا في المغرب العربي وغيرها، وممكن هذا يعمل على محدودية المحتوى العربي. أيضا قلة الاهتمام بتطوير تقنيات محركات البحث لدعم اللغة العربية، ومن منصتكم الكريمة هذه دعوة للمستثمرين. احنا بنعرف أنه صار في مؤتمر كبير في الذكاء الاصطناعي في السعودية، مؤتمر ليب، واليوم خبر فريش قرأته على نيويورك تايمز أنه السعودية رح تساهم أو تستثمر في 40 مليار دولار بالذكاء الاصطناعي. إذن هذه دعوة للمستثمرين، دعوة مفتوحة أنه يستثمروا في المنصات الذكاء الاصطناعي، ونبينها نحن منصتنا، لأنه نحن حاليا ما زلنا في مرحلة التطوير لما يعرف بالـ MVP، ونحن عم نحاول نقدم خدمة، لأنه فلك في هذا يعني فلك ممكن أن يسد فجوة في هذا الموضوع عن طريق إنتاج محتوى عربي موثوق ممكن يفهم اللهجات المختلفة لكن يجيب بالعربية الفصحى، أيضا يعمل على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نتكلم دكتور حسن عن الآفاق اللي بتفتحها هذه الخطوة بالنسبة لنا كعرب، يعني ممكن نتوقع إيه في المستقبل بعد هذه الخطوة؟ طبعا نحن اول شيء لازم نفهم انه بالنسبه في خطوات سباقه جدا، يعني خبر جديد قبل يومين ذكر انه انفيديا طورت شرائح الذكاء الاصطناعي التي تعمل بسرعه اكبر من 10 مرات بكفاءه اكبر وتعمل على استهلاك الطاقه، مما يعمل انه بهالطريقه ممكن محركات البحث انه تكون فعاليتها بشكل اكبر وتعطي نتائج موثوقه بشكل اكبر. ايضا التكنولوجيا ممكن نستخدمها حاليا في المستقبل لتحسين خوارزميات التعلم الالي لتحليل البيانات. ايضا ممكن نستخدم تقنيات تحليل اللغه الطبيعيه بما يعرف بال NLP Natural Language Process، وذلك لتحسين فهم محركات البحث للغه العربيه وغيرها. ايضا التكنولوجيا القادمه ستعمل على تحسين تقنيات التعلم العميق الديب ليرنينج لتحليل الصور والفيديوهات. فنحن اذا ممكن اذا تسمحوا لي ممكن اكلمكم على السوق العربي الان سريعا لو سمحت. هناك بعض الارقام المهمه. اي نعم، 76% مثلا حسب تقرير الاي اي اندكس من السعوديين وافقوا على ان المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لها فوائد اكثر من العيوب. اذا هناك نهم في المنطقه وهناك يعني طلب زائد
السعودية رقم 2 على العالم تهتم في الذكاء الاصطناعي. أشكرك. وعندنا أكثر من 200 مليون مستخدم للإنترنت في الوطن. في النهاية نتمنى لكم طبعا كل التوفيق في هذا المشروع المهم، وشكرا على وجودك معنا هذا الصباح. المؤسس الشريك لموقع AskFalak.ai الدكتور حسن غرة، شكرا جزيلا لك. الحديث عن الإبداعات العربية والإسهامات العربية، بس المرأة في مجال العلوم تعاني من التمييز في المجتمعات العربية، هكذا تقول الدكتورة رانيا صيام رئيس قسم الأحياء الدقيقة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتورة رانيا اللي أكملت دراستها في الخارج بتؤكد أن العادات والتقاليد الشرقية دائما ما تقف عائق في طريق استكمال المسيرة البحثية والمهنية للمرأة. وتكمن اهتمامات صيام البحثية في فهم المجتمعات البيئية التي تعيش في بيئات قاسية في البحر الأحمر، وتأمل في المساهمة في إحداث تقدم علمي إقليمي. دور المرأة في العلوم ملهوش حدود، هي ممكن تشتغل في أي حاجة وفي أي مجال هي بتحبه، بس هي لازم يبقى عندها عزيمة إنها تستمر في المجال اللي هي فيه وما تزهقش بسرعة. دكتورة رانيا صيام، أستاذ الميكروبيولوجي في الجامعة الأمريكية. اتخرجت من طب عين شمس، كنت طبيبة، وبعد كده سافرت كندا وعملت الماجستير والدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة والمناعة في جامعة ماجيل في مونتريال كندا. لما خلصت البي اتش دي قررت أسافر أمريكا عشان أكمل الأبحاث العلمية اللي كنت عايز أعملها في التكنولوجيا الحيوية، ورحت ولاية كاليفورنيا في سكريبس ريسيرش انستيتيوت، دي هيئة بحثية في كاليفورنيا، وبعد كده سولك انستيتيوت فور بيولوجيكال ستاديز برضو، واشتغلت سنة سينيور ساينتست. ابتديت مجالي في مصر في 2005 لما جيت الجامعة الأمريكية كأستاذة في الأحياء الدقيقة، بس حبيت أبص على بيئة البحر الأحمر، لأن بيئة البحر الأحمر كانت وقتها في 2005 ما كانتش مدروسة كفاية، فابتدينا بقى البحث على الأحياء الدقيقة في البحر الأحمر وزي ممكن نطلع منها compounds أو أدوية ممكن نستخدمها في التكنولوجيا الحيوية. البحث اللي أنا كنت مهتمة به اللي هو الجينوم البيئي اللي هو environmental genomics. فإحنا طبعاً رحنا البحر الأحمر وكنا على research vessels اللي هي سفينة بحثية، وشغلنا كان بيتكون من ثلاث أجزاء. كنا بنروح الأول نجيب العينة، وبعد كده لما المية بتطلع على السفينة البحثية بنستخرج الـ DNA، وبعد كده بنجيب الـ DNA المعمل في الجامعة الأمريكية وبنعمل تسلسل الحمض النووي أو DNA sequencing، وبعد كده لما بنعرف إيه تسلسل الحمض النووي اللي إحنا جايبينه من البحر الأحمر بنشوف إيه الجينز اللي ممكن نستخدمها في التكنولوجيا الحيوية، زي إنزيم لقيناه اللي هو الأستريز اللي ممكن يستخدم في المنظفات أو صناعة الورق، وكمان لقينا compounds ممكن تستخدم كمضاد حيوي. حالياً بنشتغل على إنشاء قاعدة بيانات للجينوم البيئي. البيئات اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي البيئات القاسية زي قاع البحر، زي البراكين في الكاريبيان، ونأمل إن الجينوم البيئي دوت ممكن نستخرج منه معلومات نستخدمها في إنشاء إنزيمات للتكنولوجيا الحيوية أو أدوية زي مثلا المضادات الحيوية. وطبعا المرأة بتواجه تحديات كتير في البحث العلمي، بالذات يعني في بلدنا العادات والتقاليد ممكن تمنحها من استمرار مسيرتها العلمية، يعني ممكن
أهلها يمنعوها أو يبقوا مش راغبين أنها تسافر وتكمل دراستها أو أنها تكمل الأبحاث اللي هي بتعملها، اللي هتحتاج أنها تسافر مثلا منطقة زي البحر الأحمر أو كده وتقعد فيها بالأسبوعين والثلاثة. وتاني حاجة أن للأسف في تحيز ضد المرأة في توظيفها في أماكن بحثية عشان بيفضلوا الرجال، علشان أو بيقتنعوا أن هم ما عندهمش التزامات أسرية زي ما المرأة ممكن يبقى عندها. علشان نشجع الشباب والشابات أن هم ينجزوا في مجال البحث العلمي، ممكن نطور البنية التحتية في المدارس والجامعات. والمقصود بكده ان احنا نطور المعامل ونخلي المعامل فيها أجهزة يقدروا يعملوا بيها أبحاث في المدارس وفي الجامعات، وبرضو نطور المناهج العلمية ونخلي المناهج العلمية فيها علم حديث يقدروا هم يهتموا بيها ويبقوا عايزين يمارسوها. أنا بنصح الطالبات والطلبة طبعا، بس الطالبات بالذات إن هم ما يخافوش. أنا للأسف في طالبات كتير بيقولي وبيبقوا خايفين من الفشل، خايفين إن هم ما يقدروش يستمروا، خايفين إن هم يتعبوا. بس هم لازم يثقوا في نفسهم وما ينفعش إن هم يدخلوا في المجال ده بخوف. التجارب العلمية ما نجحتش، بس ده برضو مش فشل، دوت عدم النجاح في التجارب العلمية دوت جزء من الدراسة العلمية. بهذا مشاهدينا نصل معكم لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، إلى اللقاء. يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. دمتم بخير.